تشكل السلطه المحليه الحلقه الواصله بين الحكم المركزي والمواطن ومعظم البلدات العربيه في الداخل الفلسطيني تدار من قبل السلطه المحليه باستثناء القرى الغير معترف بها ويعمل جهاز الحكم المحلي في اسرائيل بثلاث اشكال مختلفه بلديات ومجالس محليه ومجالس اقليميه استنادا الى قوانين من فتره الانتداب قانون البلديات للعام 1934، وقانون المجالس المحلية للعام 1941. وفي هذه الحلقة سنلقي الضوء على السلطات المحلية العربية والحكم المحلي لفلسطينيو الداخل منذ النكبة حتى اليوم. وأولى محطاتنا كانت إلى بلدة الشعب. لمقابلة دكتور نهاد علي محاضر بالشؤون الاجتماعية في جامعة حيفا. الحكم المحلي في فلسطين التاريخي ممكن عملياً رصده عبر مرحلتين أساسيات. مرحلة العثمانية ومرحلة الانتداب البريطاني. في في الفترة العثمانية عملياً بدي الحكم المحلي يتطور. مع ضعف الحكم المركزي في الامبراطوريه العثمانيه، لذلك عمليا حاولت الامبراطوريه العثمانيه السيطره على السناجق وعلى الاماكن في فلسطين وفي غير فلسطين عن طريق الحكم المحلي، بمعنى انه الحكم المحلي كان ذراع للحكم المركزي وبهيك في الاساس كان هدفه السيطره على السناجق، السيطره على حياه الانسان وخاصه على عمليه اداره الضريبه. بينما في الفترة الانتداب البريطاني عمليا كان في عنا ميزتين أساسيات فترة الانتداب البريطاني الفترة الأولى سيطرة العائلية على الحكم المحلي يعني في أول انتخابات اللي صارت في 1927 العائلات الكبيرة هي اللي سيطرت على الحكم المحلي في فلسطين وإذا سيطرت العائلات الكبيرة معناته هي سيطرت على الحياة الفردية للأشخاص من هون عمليا كان في عندنا تماهي ما بين الحكم المركزي وما بين الحكم المحلي وسيطر سيطرته عمليا على الاشخاص. شو عملت اسرائيل؟ شغله بسيطه جدا استثمرت ما قام به العثمانيين استثمرت التركيز على العائليه اللي كان في فتره الانتداب البريطاني وعمليا بنت الحكم المحلي العربي بالضبط في هذا الاتجاه، السيطره على المكان والسيطره على الانسان داخل الحيز اللي هو مفروض يكون حيز عام تحول الى حيز خاص عائلي. مع قيام دوله اسرائيل في طبيعه علاقتها مع الاقليه الفلسطينيه اقامت الحكم العسكري. للحكم العسكري كان في ثلاث وظائف اساسيه الوظيفه الاولى هي وظيفه امنيه اللي تمنع رجوع الفلسطينيين الوظيفة الثانية كانت اقتصادية مصادرة كميات هائلة من الأراضي الموجودة والسبب الثالث كان سياسي ضبط العملية السياسية في المجتمع العربي عن طريق الحكم العسكري وبذلك الحكم العسكري أقام رجالات اللي له في فترات معينة سميت مخاتير اللي هي تعينت كمخاتير في القرى العربية حسب أي معايير كان اختيار المختار المعيار الأول كان ابن أي عائلة هذا المختار لأي عائلة ينتمي هل هو ينتمي للعائلات الكبيرة هل كان في جذور لهاي العائلات قبل الثمان واربعين بمعنى أنه في عنا وكأنه في عنا استمرارية للحكم هذا كان المعيار الأول المعيار الثاني كان مدى الولاء للحاكم العسكري إذا كان ولاؤه لا لهذا الشخص لا الحكم العسكري قوي معناته عمليا هو بيقدر يقوم في كل الوظائف التي انيطت به. ثلاثه مكانته داخل القريه نفسها هل عمليه السيطره تبعته على الحموله تبعته على العائلات الاصغر كانت قويه؟ اذا كانت قويه معناته هذا رجل يصلح في حالات معينه كان الحكم العسكري يضع مختارين لنفس البلد. وهدول المختارين يكونوا من حمولتين كبار من حمولتين أساسيات داخل البلد في حالات معينة كان الحكم العسكري يخلف بيناتهم إذا شاف أنه ساد الأمن بالنظرة الحكم العسكري فكان في حالات معينة يخلف بيناتهم على أساس يتنافسوا في الولاء للحكم العسكري طبيعي في الفترة الثانية من الحكم العسكري بدي حراك داخلي داخل المجتمع الفلسطيني بديو عمليا في الاساس الشيوعيين والقوميين العرب ضد سياسة المخاتير ونداء عمليا في انتخابات من اجل الحكم المحلي الصوت الاول بدي في قمع قوي من قبل سلطة المختار ومن قبل الحكم العسكري ولكن مع التطور عمليا بديت هاي الأصوات تصل إلى البرلمان وبدوا يفكروا في حل الحكم العسكري حل الحكم العسكري عمليا في طريقة أو في أخرى هو حل سلطة المخاتير